السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري. درسنا اليوم راح يكون أو راح نتطرق بالبلوك جديد. البلوك جدا مفيد. البلوك من أوبريتور واسمه جوين. هذا البلوك طبعا بالبداية أنا اختاريت من السيبريت، اختاريت جيجا اليوم، ومن الدروبز الباك دروبز استخدمت الستارز. الجوين شنو معناه؟ معناه انه اني اربط شنو؟ اربط كلمتين مع بعض، او اربط كلمة برقم او قيمة متغيرة. زين، انا هاي العملية اقدر اسويها من لوكس واقول say؟ لا، ما نقدر، بس نقدر نعرض الجوين بسي. زين، شلون يعني؟ يعني مثلا لو نجي هنا ونشوف الفرق بيناتنا اثنينات من خلال العملية. من events راح استخدم space when space clicked، ومن sensing راح استخدم الask، وكنا الask دائما شنو وياها؟ answer. اللي ما يعرف شنو عملها الاسك هنا، دال اسال بيها سؤال معين لليوزر المستخدم، ومن اضغط عليها راح يظهر هنا، واليوزر لازم يدخل لي القيمه المطلوبه من عنده بالسؤال هذا. فمثلا هنا السؤال هو الديفولت او الافتراضي انه يسال واتس يور نيم، فهنا المفروض اليوزر يكتب اسم. فمثلا انا راح اكتب رائد، من اضغط على انتر الرائد راح القاها وين؟ راح القاها بالانسر، هاي الاجابه مال هذا السؤال. اقدر اغير السؤال؟ اي اقدر اغير السؤال، ودائما النتيجه تظهر لي وين؟ بالانسر. تقدرون تراجعون الدرس الخاص بهاي البلوكس، وبي يعني بي اكثر من مشروع او اكثر من مثال مشروح عليه على متفهمونها اكثر. فمثلا اني من اضغط سبيس راح اسال اليوزر، ومثلا اقول له كم عمرك؟ تمام. لهنا وقت يجي اليوزر ويريد يستخدم المشروع مالتي او البروجكت مالتي، يضغط هنا ظهر له السؤال كم عمرك، فهنا شي يحتاج يكتب من عنده رقم. فمثلا انا 34. زين، هنا من عرض لي الرقم. زين، شلون احل هاي؟ او ما اعرف شنو النتيجه وين راحت. زين، لو جيت وقلت له خليها بالسي، النظام اللي متبعين عليه احنا سابقا، راح اضغط وقال لي كم عمرك، وكتبت له 34 وظهر لي بالسي 34. لو يجي شخص غيري ويشوف هاي ال 34، هنا ما راح تكون معروفه شنو له، ما راح يفهم هذا الرقم هو شنو، هو عمر أو هو وزن مثلا، أو هو طول، أو هو وحدة قياس يعني مثلا كتلة أو فشي، فما راح يميز. زين، شلون أقدر أضيف تعبير أو دلالة على هذا الرقم مع ضمان إنه هذا المتغير أحصل عليه من السؤال؟ يجي هنا دور جوين. تمام، فمثلا أني بجوين لو قلت له خلي لي الانسر هنا، اربط لي الانسر اللي يجي من اليوزر بكلمه، بما انه هو سؤال عن عمرك اربط لي اياه بكلمه سنه. تمام، راح اخلي سبيس واجي احطها هنا بالسي. لو نجي هسه ونشوف التطبيق شلون يصير عندنا، كم عمرك؟ 34. تمام، ظهر عندي 34 سنه. ليش ده تختلف عندي الامور؟ لانه الكتابه بالعربي شويه تفرق. هنا سبيس السنة ونجي نشوف، سألني كم عمرك؟ قلت له 34 سنة. مشكلة هنا انه العربي ما يضبط الاتجاه مالته. وصلت الفكرة من الموضوع؟ هاي الجوين بيها استخدامات، اي بيها استخدامات كثيرة. بيها اكثر شيء استخدمها او اكثر شيء اني تكون فعالة عندي بالمشاريع مالتي، من يكون عندي قيمة متغيرة اخذها من اليوزر واريد اكتب لها وصف،
أو أريد أحط مثلا، خلينا نقول الوصف يكون مثلا للوزن بالكيلوغرام، للمسافة بالكيلومتر، للقياس، لأي شيء، أو وصف آني مثلا. لو كان السؤال هنا أنا ما اسمك مثلا، تمام، وين راح تكون الإجابة؟ راح تكون الإجابة بالأنسر. أنا ايش راح أكتب له هنا؟ راح أكتب له الاسم الأول، تمام، واخلي هنا الانسر مالتي، واخليها من اجي ما اسمك رائد. ايش راح يطلع لي؟ الاسم الاول رائد. هنا صارت عندي دلالة توضيحية على على العمل او على المتغير اللي انا مستخدمه، وشنو وصفه او شنو فائدته. اتمنى يكون الشرح واضح. إذا عندكم سؤال كالعادة اكتبوا لي بالتعليقات، وخليكم ويانا، راح تكون عندنا مشاريع على هذا، شلون استخدام الجوين وبقية التفاصيل وبقية المشاريع الأخرى. مع السلامة.